السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المادة Complex Analysis، اليوم موضوعنا هو عن التحويلات. راح نحكي بالبداية عن Conformal Mapping. حتى أوضح التعريف راح أوضح على الشكل الآتي: لتكن B نقطة تقاطع المنحنيين C1 و C2 في المستوي Z، ولتكن ثيتا الزاوية بين المماسين. التحويل المادي اللي هو W يساوي ل F of Z. ليكن جاما 1 وجاما 2 هي صورة المنحنيين C1 و C2 بالمستوي W، ولتكن Q هي نقطة تقاطع المنحنية وفاي الزاوية بين المماسين. أقول على هذا التحويل أو التطبيق تطبيق مطابق: إذا كان الزاوية ثيتا تساوي لفاي، يعني شنو تطبيق مطابق؟ يعني يحافظ له على الزاوية والاتجاه. أجي أحكي عن المبرهنة التالية: الهولومورفيك فاكشن اف اوف الزد، أقول عليها اسكون فورمال مابينج عند كل النقاط زد نوت بالمجال، بحيث أن مشتقة الدالة عند النقطة زد نوت ما تساوي لصفر. راح اجي افرض عندي تو سموث كيرفز اللي هم C1 وC2. يعني شنو سموث كيرفز؟ يعني تكون الدالة مستمرة قابلة للاشتقاق عند بعض النقاط اللي مساوية للصفر. اعرف المنحني C1 وC2 بالشكل الآتي: حيث ان C1 وC2 يمر بالنقطة Z نوت عندما تي تساوي للصفر. اعرف صورة المنحني C1 وC2 W1 و W2 بالشكل الآتي: حيث أن المنحنيين صورة المنحنيين يتقاطعون بالنقطة W نوت عند النقطة T تساوي لصفر. أعرف الفيلوزيتي فاكتور بالشكل الظاهر أمامكم: عندما T تساوي لصفر فالفيلوزيتي فاكتور Z1 فتحة أوف أوف الصفر تمس المنحني C1 عند النقطة Z نوت، وZ2 فتحة للصفر تمس المنحني C2 عند النقطة Z نوت. الزاوية من C1 إلى C2 عند النقطة Z نوت تحدد بالشكل الآتي اللي هي معادلة 1. كذلك بنفس الشكل أعرف بالنسبة W1 فتحة F of الصفر تساوي Z1 فتحة F of الصفر فتحة للZ نوت تمس صورة المنحني C1 عند النقطة W نوت. كذلك الفيلوسيتي W2 فتحة F of الصفر تمس صورة المنحني C2 عند النقطة W نوت، حيث أن Z نوت تساوي المنحني زد اف اوف تي عندما تي تساوي لصفر. الزاوية من صورة المنحني C1 الى C2 عند النقطة W نوت تحدد بمعادلة رقم 2. طبعا اذا كانت اف فتحة للزد نوت تساوي لصفر فالمعادلة 2 غير معرفة، فلهذا انا اجعل جميع النقاط مقصورة على زد نوت بحيث تكون اف فتحة للزد نوت ما تساوي لصفر حتى تكون عندي معرفة. باستخدام الريستركشن اللي ذكرته قبل شوية اعرف معادلة رقم 2، راح اجي اكتبها بالشكل التالي: argument z2 فتحة f of الصفر زائدا argument f فتحة للz نوت ناقصا argument z1 فتحة f of الصفر ناقصا argument f فتحة للz نوت، وتساوي لي الargument f فتحة للz نوت هنا اشارتها موجبة هنا سالبة تروح، وتساوي لي argument z2 فتحة للصفر f of الصفر ناقصا argument z1 فتحة للصفر. هاي الزاوية مالت من اللي قبل شوي حددناها، هي الزاوية مال المنحني من c1 الى c2. اذا حافظت لي هنا الزاوية عند النقطة z نوت، حافظت لي بقت نفسها باستخدام المابينج او التحويل اف اوف الزد. اذا اف اوف الزد اقول عليه conformal mapping. نجي ناخذ هاي المبرهنة ايضا: اذا كانت عندي الدالة اف اوف الزد هي هولومورفيك فاكشن، والتطبيق او التحويل يكون مطابق، وجي اف اوف الزد ايضا هولومورفيك فاكشن والتطبيق مالتي هنا جي يكون ايضا مطابق، فالتركيب مالتهم ايضا يكون هولومورفيك فاكشن، وش راح يكون ايضا التحويل او التطبيق يكون مطابق. بما انه اف اوف الزد هولومورفيك فاكشن، فان اف اوف الزد تنتمي لي الاوميجا اللي هي الدومين.
التركيب مالتهم ما راح ينتمي لي ال H. أعرف التركيب حسب ما موجود بالممرنة بالشكل الآتي: أجي اشتقة اللي هو H معرف من أوميجا إلى H تطبيق أو التحويل. أجي اشتق الدال H فتحة للزد واشتق التركيب كما ظهر أمامكم. بما أن F of Z هي تطبيق مطابق من أوميجا إلى W حسب الممرنة السابقة اللي ذكرناها قبل شوية، فإن المشتقة مال F فتحة للزد مساوي لصفر لكل زد تنتمي للدومين أوميجا. وبما أن G of O of Z هي تطبيق مطابق من W إلى H فالمشتقة مالتها مساوي لصفر لكل F of Z وين تنتمي إلى G، وعليه فإن التركيب مالتهم H فتحة للزد ما يساوي لصفر لكل زد تنتمي لي دومين أوميجا. إذن H of Z هو تطبيق مطابق من أوميجا إلى H. أتمنى لهنا تنتهي محاضرة اليوم، وأتمنى تكون فهمتوها. شكرا.